قاعدة بشرفك لك. ليك الحضارة. ليك ليك من لجمهور. شايف أرضية الملعب؟ لشو أرضية الملعب بتنام عليها؟ ليك ما أحلاهم ليك ليك الرقي بالتشجيع ليك ليك ليك. ليك ما أحلاهم ليك. يا سلام يا سلام. لا بإذن الله اليوم نربح. يلا خمس دقايق على نار نحن بقى بإذن الله شو؟ اليوم نربح. شو بتربح؟ نربح عليكم. شو عم تلعب لحالك يعني شو نحن ما بيسوى نربح؟ لا إنه خلص إذا ربحت صحتين رح أقول لك وبس إذا أنا بربح كمان بتقلي صحتين. هذا الرقي وهي الحضارة اللي عم نحكي فيها هلا. بس بدون تزريك. بلا ما نزرك لبعض لانه بتعرفني انا ما انا راسي ما بيحملني بالتزريك. طيب مين انا بعرفك بس جيبوا جول انتم بالعاده بلشوا بقول تعب ست اه يعني نحن بالعاده ما بنجيب جوال. معك ثلاثي مرعب ما بيجيب جوال. ثلاثي مين يا المرعب الام اس ان مدري الاس ام اس شو اسمها الاس ام اس اساس فرج فرج وين بده يقطع عمره وين اكل على خلص هلا لا ماتش ببلش شو ببلش؟ هلا ببلش. ايه ماشي ماشي خلينا نشوف خلينا نشوف مين راح يبلش يسجل. عم تلعبوا عنا ناسيا؟ ايه بتورينو. ايه شو يعني؟ وخير ان شاء الله وعم نلعب عندكم شو المشكلة؟ يعني انه مستحيل جيبوا جول عنا. روح عنا يا هلا انت بتقلي بتبلش هلا توترني وتقلي مستحيل. بس ليش عم بتأشر بايدك بهالطريقة يعني كأنه انا جاي من ورا اللفت ما فهمت. ما قلت لك جاي من ورا اللفت بس عم اشر بايدي حر. لا بس اليوم رح نربح نحن وانتم ما رح تربحوا. نعم سمعني اليوم نحن اليوم نحن اللي رح نربح. ايه انت اللي انتم ما لكم خبز عنا بتورينو. ايه على اساس نحن اجرين كراسي قاعدين ما رح بتورينو. هلا منشوف شو بدك انت هلا هلا بدك تحضر الماتش ولا ما بدك تحضر الماتش؟ بدي احضر الماتش بس انه بس عم بحطك بالصوره انه هذا ماتش تمريني بالنسبه لنا تمرين يعني. طب احضره للماتش بقى حطها على وجهك هونيك ما تبلش هيدي ايدك ما تمدها لانه عم نحضر ماتش بكل روح رياضيه طب احضره هيك عم اقول لك بقى عم على القصه رح تفك لي حنكي لانه هيدي الطريقه اللي عملت هيدي انت برم وجهك كمان بدرسي ضاعمه بقلبك عمي شو بدك هلا ما بدي انت اللي شو بدك لك انت شو بدك بتعلي صوتك بدنا نحضر الماتش على رواق هلا لك رح تحل عني ولا ما رح تحل عني شو عم تخلع لي تخلع لي وجهي لك تخلع لي وجهك عم بقلبك عايزني منك ايدك عنه لك اتركوني يلا اتركوني يلا يا حني نزلوا نزلوا على الملعب ان شاء الله قد ايه بده وعد وقت ليبلش الماتش الله حني نازلين نص دقيقة وبيبلش يخرب بيتك على هالايد اللي عليك ان شاء الله يكون ماتش فيه روح رياضية ايه قد ما بدك فيه روح بحب العنف بالمطوشة اوه ضد العنف نحن بالمطوشة اخ عم شو هالك شو هالبوكس اللي طرقتني اياه ليه؟ ايه كيتني شيء؟ ايه شو ترشط؟ يمكن فاقعك ضربة على دينتك ماشي الحال ايه الحمد لله الحمد لله يلا برشا يلا